تعد الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل جهة إنفاذ للقانون وتعمل في الوقت ذاته على تقديم كافة الخدمات الصحية والتربوية والاجتماعية والنفسية للنزلاء تفعيلا لما يقضي به قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية. تعمل الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل على الاهتمام بالبنية التحتية والخدمية والتجهيزات المناسبة وسبل التطوير وفق توجيهات حاسمة من معالي وزير الداخلية. في هذا الإطار يتم تسخير الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق التطوير الشامل وإنجاز المشاريع الخدمية للنزلاء. أصبح حصول النزيل على كامل الحقوق والخدمات واقعا ملموسا لدى مراكز الإصلاح والتأهيل، ومن بين مظاهره الرعاية الصحية وتوفير العيادات والأطباء المختصين على مدار الساعة لمتابعة الحالات الصحية للنزلاء وتوفير العلاج اللازم لهم، حيث أن الهدف الأخير تطبيق القانون وإصلاح المحكومين ليكونوا بعد الإفراج عنهم لاحقا أعضاء فاعلين في المجتمع. الإصلاح والتأهيل عندنا عديد من الورش اللي تخص الجانب النسائي، منها المشغل اليدوي، الخياطة، عندنا برامج الرياضة، عندنا البرامج الدينية، عندنا البرامج الكمبيوتر، فصول الكمبيوتر، بالإضافة حق اللي هما المكتبة والبرامج التثقيفية، البرامج الاجتماعية اللي تقوم فيها الباحثات الاجتماعيات. قانون الإصلاح والتأهيل نظم عملية التواصل بين النزيل وبين أهله أو بين النزيل والمجتمع الخارجي، بحيث أن نص في مواد على أن الزيارة تكون ساعتين في الشهر ونص ساعة للمكالمات الهاتفية. لكن إحنا بحكم أن أهما نساء وأمهات، فإحنا قسمنا هذه الساعتين في الشهر لنص ساعة لكل أسبوع، بالإضافة اللي هي نص ساعة المكالمات قسمناها مرتين في الأسبوع، بحيث أن النزيلة والمحبوسة تأخذ ربع ساعة لكل مرة. نص قانون الإصلاح والتأهيل واللائحة التنفيذية الخاصة فيه على الحالات الخاصة بالنساء الحمل والأمهات على بعض الأنظمة والقوانين الخاصة في هذه الحالات، منها أن هم لازم يكونون في لهم رعاية صحية معينة، في لهم أماكن مخصصة، وطبعاً في أماكن مخصصة في مركز الحبس الاحتياطي ومركز الإصلاح والتأهيل للأمهات والنساء الحوامل. هاي بالإضافة حق الرعاية الخاصة للأطفال اللي هم سنتين وتحت، لأن بحكم القانون يعني ان الام تقدر تحتضن ابنها معاها في اللي هو في المركز عندنا لمده سنتين، بالاضافه حق اللي هو البرامج اللي احنا نحاول نسويها حق الاطفال في هذه السن. ايادي التطوير طالت العديد من مرافق الاداره العامه للاصلاح والتاهيل، فبجانب بناء مبان حديثه ومرافق خدميه متنوعه، تشهد مراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذ برامج إصلاحية تم إعدادها وفق المعايير الدولية تعمل على الارتقاء بالنفس وتطوير الذات، من بينها برامج تدريبية وتأهيلية ودينية تسهم في تهذيب سلوك النزلاء، إذ أن عملية التقويم والتأهيل المحكوم عليهم لا تتم بأسلوب عشوائي بل اعتمادا على خطط وآليات عصرية. طبعا احنا قسمنا يختص بتقديم البرامج الاجتماعية حق النزلاء، وتهدف هاي البرامج حق تطوير الذات والتصالح مع النفس، وطبعا نحاول ان احنا نقدم برامج انهم بحيث انهم يفكرون بالتفكير الإيجابي بحكم المكان أو مدة النزيلة اللي بتقيمها في إدارة التأهيل والإصلاح. فبذلك نحن نقوم لهم بتمارين وبفعاليات ترفيهية وبرامج اجتماعية، وطبعا في تمارين نحن نطور من التحسين الذاتي.
هكذا تظل مراكز الإصلاح والتأهيل نموذجا عمليا لإنفاذ القانون، وكذلك تقديم برامج تأهيلية تساعد المحكوم عليه على العودة فردا صالحا لمجتمعه ليساهم في مسيرة العطاء والبناء.